يا هلو، فين دان؟ تحياتي لكم، سعيد بوجودي معكم، كل التمنيات الطيبة لكم من قلب ألمانيا. أهلا وسهلا. أهلا بيك، وخليني أبدأ معاك بشكل عام كده. عايز أعرف رأيك في قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. قبل أن أجاوب هذا السؤال، لا أو أريد أن أراكم شيء ما. لقد كتبت، زوجتي كتبت لي بشكل هذا الشكل الرائع، كتبت لي الفرق المؤهلة وعن هذه القرعة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. بايرن ميونخ هو فريق الكبير، فريق رائع بكل تأكيد. سمعنا خبر سيء عن ليفاندوفسكي، هذه الإصابة، هذا شيء محزن للغاية. أتمنى أن يتواجد مع الفريق البافاري في اللقاء المقبل. الفريق البافاري بايرن ميونخ يمتلك لاعبين جيدين ومتعددين. أعتقد من وجهة نظري الفريق البافاري بايرن ميونخ هو فريق قوي، فريق مرشح، فريق باريس سان جيرمان فريق أيضا قوي، وأعتقد من وجهة نظري سوف يحسم ذلك الفريق البافاري ويمتلك حظوظ الفوز من وجهة نظري. الإصابة بالفعل ممكن تخلي إنه ليفاندوفسكي ما يلحقش بمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في النسخة دي طبعا من البطولة. شايف ده إزاي ممكن يأثر على بايرن ميونخ، خصوصا إحنا بنتكلم على ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم وهداف الفريق وشايل يعني مسؤولية كبيرة قوي، يعني شايف إزاي ممكن يأثر؟ هل ده ممكن يخلي خلاص الكفة أكبر فعلا بالنسبة لباريس سان جيرمان هو يفوز بالمباراة؟ بالتأكيد ليفاندوفسكي هو واحد من أهم وأفضل اللاعبين والمهاجمين في هذا الوقت. أعتقد أن ميلر هو ايضا مهاجم قوي وقد يعوض ليفاندوفسكي في حاله عدم التحاقه بالمباراه القادمه. احرز اهداف كثيره ايضا ميلر في هذا السيزون، في هذا الموسم، في عطلة الأسبوع القادمة أعتقد سوف يكون هناك برنامج تأهيلي، و هناك ميسي، هناك رونالدو، إبراهيموفيتش واجهوا مثل هذه المشكلة منذ قبل في البطولات الماضية واستطاعوا العودة مرة أخرى، واستطاعت فرقهم تقديم أداء ونتائج رائعة رغم غيابهم. هو عنصر مهم، وأعتقد هو موقف صعب بالنسبة للفريق البافاري، وأعتقد سوف يقوم الفريق البافاري بتغطيته بشكل ما، أعتقد ذلك. شايف إيه سر قوة الفريق البافاري الفترة دي والفترة اللي فاتت طبعا بعد تتويجه بالسداسية ومحقق أداء كبير؟ دلوقتي بقى أي حد هيواجه بايرن ميونخ بيبقى خايف من الفريق ومن قوته. شايف إيه سر اللعيبة، المدرب، التدعيمات؟ بالضبط، بالتأكيد فعلا بايرن ميونخ فريق قوي. أعيد وأكرر مرة أخرى، عندك على سبيل المثال كلوب واجه الفريق البافاري من قبل وهو مدرب ألماني ويعلم مدى قوة الفريق البافاري. يمتلك الفريق البافاري بايرن ميونخ قوة رائعة، جودة عالية. عندما نتحدث عن ذلك هنا في ألمانيا على سبيل المثال، هو فريق يترك انطباع قوي. أسبوع بعد أسبوع نرى التطور في على سبيل المثال في البوندسليغا، مدى قوة هذا الفريق ومدى التطور الملحوظ في الأداء وفي في جودة اللاعبين، وما ينعكس عن القوة البدنية في اللاعبين بايرن ميونخ، وهذا ينعكس على المنتخب الألماني. أعتقد أنا لدي الإحساس أن كما ذكرت حضرتك، أن حضرتك عرفت عن ذلك فعلا بالتأكيد. هناك فرق كثيرة قد
تقلق بعض الشيء عندما تواجه الفريق البافاري. لدينا كيميش لاعب سنيء لاعب رائع، ليفندوفسكي كما تحدثنا، جنابري، لاعبين كثيرين رائعين وتشكيلة رائعة. هناك بعض المرونة في الفريق، في وهذا ما يمكن المدرب الحالي هانس فليك في بالطبع في امتلاك القوة وتحديدها والفوز على أهم الفرق بالتأكيد. هل شايف أن بايرن ميونخ اللي احنا بنتكلم عليه بقوته ده هو المرشح الأقوى أن هو يفوز بدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، ولا لا في فرق تانية منافسة بشكل كبير ممكن هي اللي تاخد اللقب منه، مثلا مانشستر سيتي؟ مان سيتي يلعب بشكل قوي بالفعل، فريق قوي، فريق رائع، من أفضل الفرق في هذا الوقت، يقدم مباريات ولقاءات ونتائج قوية ورائعة. لست متأكد بشكل كبير أن الفريق البافاري هو المرشح الأقوى. باريس فريق قوي، باريس سان جيرمان، مان سيتي لم يمر بالمهام القوية حتى الآن كما مر الفرق الأخرى. لما عندما ننظر إلى التصفيات والمباريات ليس هناك مباريات والتحامات قوية للمان سيتي في الشامبيونز ليج، أما على المستوى البرايمر ليج والدوري الإنجليزي بالفعل مان سيتي يظهر بشكل رائع وقوي جدا. طيب بمناسبة الكلام على مان سيتي، هيكون بيواجه طرف ألماني آخر هو بروسيا دورتموند، إيه توقعاتك للمواجهة دي؟ أنا نفسي لعبت في الماضي مع بروسيا دورتموند، فريق قوي، فريق أيضا رائع. فعلا سنواجه مان سيتي مباراة قوية كما تعلمين بسبب تغييرات وفيروس كورونا والتأثيرات الحالية قد تؤثر على بعض الانتقالات وقوة البطولات بسبب غياب الجمهور. هناك في بروسيا دورتموند لاعبين رائعين، لاعبين شباب يمتلكون أيضا جودة رائعة. المشكلة أعتقد هنا تركز أو تكمن في الدفاع بالنسبة لي مع بروسيا دورتموند. أما بايرن ميونخ فهو من وجهة نظري هو الأقوى من الفرق الألمانية. طب فعلا يعني حضرتك من اللعيبة القليلة اللي قدرت تلعب لبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، شايف إيه أوجه الاختلاف أو الفرق بين الفريقين وهما فريقين كبار طبعا في ألمانيا؟ بشكرك جدا توماس هيلمر قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، كنت معانا على شاشة قناة الأهلي.